Voilà, là. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. راه معكم السيد مجاه حمزة، رئيس جمعية دنيا زاد الآخرة. الحمد لله بهذه المناسبة هذه لافتتاح بيت دنيا زاد الآخرة للمرضى. نقول كل المرضى، نقول لهم اطمئنوا، اللي ما عندوش وين يبات، ما عندوش وين يفطر، وين يتعشى، وين يتصل بنا على الأرقام أرقام الهواتف تاعنا 07 72 81 75 74، او يتصل بالباشا تاعنا لي ريزو سوسيو جمعيه دنيا زاد الاخره. اي واحد يعيط له ولا كومونتي ولا يبعث هنا هنايا يجي، ما كاش مشكل. المهم الشقه تاعنا، الغرفه تاعنا فيها اربع بيوت، كل بيت فيه 3 اسرله، ورانا موفرينهم مطبخ كبير، اول كبير، نعم الشرفه، باركو كبير تاني ما شاء الله، الله يبارك. ونقول لهم تاني ما يخموش تاني، حاجه تاع الدواء، وحاجه تاع لي بسيكولوج، وحاجه كلشي رانا موفرينه لهم ان شاء الله، غير يعيطوا ما كاش مشكل. وبخصوص نشكروا صاحب العماره وصاحبه العماره، نقول لهم حاج مبروك ودم مغفور وسعي مشكور. من هذا المنبر ربي ان شاء الله يزيدكم في الميزان الحسنات. وبلا ما نسوا تاني جمعيه دنيا زاد اخره، كل الاعضاء تاعها من الالف للياء، من الصغير للكبير، كل واحد والرتبه تاعها، كل واحد المقام تاعها والمقدار تاعها. نقول لهم من هذا المنبر الله يعطيكم الصحه، واصلوا واصلوا واصلوا. وكل محسنين اللي راهم يعاونوا في لاسوسياسيون دنيا زاد الاخره، نقول لهم الله يبارك فيكم. وما والجمعيه ما ماشي غير هذا المشروع هذا وتحبس، كما تعرفوا راه النشاطات تاعها على مدار السنه. من بين النشاطات هذو الحملات تبرع بالدم، ما نخطوهاش ان شاء الله، ما نحبسوهاش. الكسوه تاع العيد كيما عودتكم كل سنه، الاضاحي كيفاش الاضاحي، الافطار عابر السبيل، عندنا 5 مطاعم، كل عام نديروا 5 مطاعم. هذا التوفيق من عند الله تعالى، والفضل الشباب اللي واقفين عليها، وفضل المحسنين.